قلتوا إنه أتش رح يموت وما مات، وقلتوا إنه سليم ما رح يحكي، والواضح إنه حكى. يا ريت تحكي عن أخي بشكل محترم. لا تخليني بلش بأخوك من بعد ما عملت خطة على مزاجك، أمت نزعت علينا كل شيء. بما أنك دخلت ودخلت على بيته كنت أوصه براسه، وعلى القليل التزم بالخطة. إندر، الخطة ما كانت هيك سيئة، وتكتيكات الرئيس خضر مثل كل مرة. أول شي بيجمع الناس، وبعدين بيطلع بعيونهم، وبعدين بيأوصل لأتش بدون أي تردد. وسليم آغا ما قدر يتحمل هالشي. أنا قلت إنه أخي كتير عاطفي. أنا ماني رجل عاطفي، شو ناطر مني أحكي؟ شو اللي بتأمره بيصير؟ لازم تعيشوا لخضر بخوف وقلق كبير، وقتلوا له ابنه، قتلوه هو بحضنه لخضر. مثل ما بدك بيصير، بس شو المعنى انه بدل ما نقتل عدونا منقتل ابنه؟ هذا هو الضعف بعينه. صحيح، هذا الشيء هو الضعف بعينه، وبالمقابل عدوك رح يحس بالعجز والخوف، وهيك معناتها خلص الاتفاق اللي بيناتنا وانتهى، ومعناها أنا صار لازم أقتله لأحمد، لأنه هذا ما بيعود وما حدا فينا ممكن يعرف شو بيعمل. ليش عامل له أهمية لهذا اللي اسمه أحمد يا صبحي؟ ها؟ أحمد صديقي من شي 20 سنة، ولأنه ما عندك صديق ما رح تفهم علي يا تبرك. شو مشان رفيق آغا؟ أنت غلط شي غلطة، وشوف رفيق آغا شو رح يعمل فيك. ابن بلدك هاد على شوي كان رح يروحوا لخضر وهو بالسجن. أنا عن جد حاسس بتعاسة كبيرة، لو كنت بعرف أني رح أقعد على طاولة فاشلة كنت رحت وقعدت على الطاولة مع أونال. فيك تروح تقعد وين ما بدك، بس سليم آغا شو رح يصير فيه؟ هن ما قتلوه، واضح أنه رح يراقبوه لحتى يلاقوا محمود. بولاند وكله بينحل. وشو مشان محمود؟ كل الناس عم يتصلوا ببعضهم البعض ويقولوا انه محمود لساته عايش. يعني الكار قصده يقول الولد هذا اذا ما بتقتله وبتبعته رح ينتظروك حتى تلتقي مع اخوك، ووقتها بيلاقوا الولد. وطبعا بهي الحالة كلنا منكون خسرنا كل أوراقنا. ما في داعي تقلي على الشغلة مرتين سيد فيكتور، انت قلت لي اقتل الطفل وانا رح اقتله وابعته على بيت خضر. شو ما قلت معك حق، وشو ما حكمت معك حق كمان، وإذا ما بتطلع بوشي وبتروح لعند فيكتور كمان معك حق، ولو تحمل سلاحك وتقوصني براسي وتقلي إنك خنتني بحق لك، وبقول للكل إنه أنا بستحق هذا الشيء كله وماني زعلان. يعني بصراحة معلم أتش، أنا بعتذر منك.